النظافة صارت سلوكا مهجورا في الجيزة، إحدى أهم المحافظات السياحية والأثرية في مصر. فتلال القمامة تتراكم في الكثير من أحيائها وشوارعها في ظل غياب واضح للأجهزة في المحافظة والتعامل معها، وحتى بات رؤية القمامة مشهدا معتادا في تلك المحافظة التي كانت مضرب المثل في الجمال حتى وقت قريب. الزبالة بلا كتير أوي وعرف الدنيا وكده والريحة زي ما انت شم كده الريحة وحشة، وتحت الشارع كله الشوارع كلها زبالة تحت، الدنيا الناس مش عارفة تنام. هذه المشاهد وغيرها تشير إلى أن شوارع الجيزة تكاد تحتل المركز الأول في حجم القمامة الملقاة بها على مستوى الجمهورية، ربما بسبب تقاعس المسؤولين أو عمال النظافة أو سلوكيات المواطنين، غير أن اللافت للنظر أن القمامة ترفع من أحياء وتبقى كما هي في أحياء أخرى. بنعاني من الزبالة والناس تعبانة منها جامد يعني، وبعدين كمان الزبالة لما تتكون في مكان ما بيجوش يشيلوها فبيحطروها في الشارع، فبيبقى منظر مش كويس يعني. الواحد عايز يشم حاجه كويسه، يشم يلاقي مكان كويس زي الناس ما عايشه. احنا بجد مش عايشين هنا والله العظيم. اكوام القمامه اصبحت اهرامات جديده في الجيزه، غير انها اصبحت في طريق المواطنين المجبرين على رؤيتها ليل نهار، بعكس الاهرامات التي لم يعد يزورها حتى السكان القريبين منها. كلهم بيشيلوا، بس هم بيشيلوا من بره من الشارع، والناس بتطلع تاني يوم الزباله برضه تاني. المفروض يبقى في عربيات جوه تشيل من البيوت وتشيل من هنا، وبعد كده يشيلوا اللي بره في الشارع. هو بيشيل اللي بره وسايب اللي جوه. يتخوف المواطنون هنا من انتشار الأمراض والأوبئة بسبب تراكم تلك القمامة، ويلقون باللوم على المسؤولين الذين لم يتحركوا يوما لزيارة هذه المناطق، فضلا عن أن يقوموا بحل مشاكلها. يعني احنا عايشين زي مش عايشين، محدش هو بتاع الانتخابات يجوا انتخبونا وبعد ما بنتخبوا ولا زبالة ولا اي حاجة. الزبالة جابت لنا هنا وباء، وجابت لنا هنا يعني حاجات كتيرة من الميكروبات والتراب والعفار والحاجات دي كلها. بس فاحنا عندنا هنا يعني اهمال خالص في الزبالة بنسبة 100%. احنا غالبا ما نعرفش، حتى حضرتك على فكرة ما نعرفش مسؤولين، وما نعرفش نجري، وما نعرفش نروح. يعني الناس الغلابة اللي هي ما بتتكلمش ما تعرفش حاجة. احنا عايزين حد ينزل يشوف مشاكل الناس. عايزين ايه؟ اسفلت الزبالة والشوارع كلها مكسرة ومفيش مطبات. الحواري مليانة زبالة والشوارع مليانة زبالة ومفيش اهتمام. علما ان احنا بنعترض في سؤال فيه بقى بنعترض عليه، ايه هو؟ ان احنا دلوقتي بندفع كل محل 25 جنيه زبالة، علما بان المحل بياخد ب 8 جنيه نور 7 جنيه نور. المفروض يعملوا خاصيه للحاجه دي، يعني لكل بند مثلا 100 كيلو عليه قد كده زباله، او 200 كيلو، او ايه يعني على قد القاعده بتاعه النور اللي هو بيستهلكها. الاهمال في رفع القمامه وحل مشكله النظافه اضافه الى ارتفاع الفواتير الخاصه بها، جعل البعض يمتنع عن سداد تلك الفواتير حتى يقوم المسؤولون بواجبهم قبل أن يطالبوا بحقوقهم. لذلك المواطن ما بيدفعش بسبب الزبالة، لأن الزبالة قد الكهرباء 200 مرة عن الزبالة، وده طبعا خطأ. فالمفروض الدولة تعمل حظر على المحلات دي، وتعرف بتستهلك قد ايه نور، وتعمل قاعدة ان ايه الكمية قد ايه نور، ما حطش قد الزبالة 3 مرات 4 مرات. ويقول البعض أن كمية القمامة في الجيزة والتي تقدر ب200,000 طن في اليوم الواحد تعد مجالا للاستثمار لم تستغله الحكومة ولم تأخذ خطوة إيجابية اتجاهه، رغم أنه قد يفتح مشاريع مربحة توفر العديد من الوظائف، فضلا عن كونه حلا جذريا لمشكلة القمامة.